حنا كبرنا في هذه المهنه مده 40 سنه وما يزيد عليها، وهذا الشيء ورثناه على والدينا وجدودنا وعدد ديال الناس اللي داووا على يدينا، وذلك فضل الله. وانت كتشوف الشهرة اللي عندنا في هذه المهنه، اكثر من 200 ديال البشر اللي دايره بينا. كل واش كيقول، كاين اللي داوى على المعده، كاين اللي داوى على البروده، كاين اللي داوى على الحساسيه، كاين اللي داوى من عينيه، كاين اللي بالعربيه الترابيط كنا لحيله وسباب ديال الولاده، وذلك فضل الله. وهذا الشيء كنتمناو يزيد لقدام. هذه مهنه ديال العشابه، مهنة العشابة، وهذا السيد اللي كيهضر معك أستاذ ديال العشابة، وخرج واحد 40 واحد ولا 50 ديال هاد المهنة هذه، وتا مولاو كيمارسوا هاد المهنة، وعندنا جمعية كبيرة في هاد الدومين ديال الأعشاب، أطباء مشرفين جميعا، وكله الدومين ديالو، وحنا الدومين ديالنا كنعتبروا كأن عايشين فيه ودمنا فيه وسارح في الدم ديالنا مع والدينا وولادنا، وهذا الشيء عايشين به. وعدد ديال الناس اللي عياو بالأطباء جاو عندنا وتعالجوا، عدد ديال الناس ما نقولش 500 600 ألف ديال البشر اللي ولدت على يدينا، وذلك فضل الله. وعندنا وصفات ديال القوه ديال النفس الليله الاولى كيبينوا النتيجه. اسواق بزاف، وعندنا جوج ديال المحلات، واحد مدينه واد زم، واحد مدينه جديده. وهذا السيد معروف على صعيد داخل المغرب وخارج المغرب. اعداد ديال الناس اللي خسروا فلوس باهظه وداو عندنا باضعف الثمن، 50 درهم 100 درهم 150 درهم، الى اقتضى الحال 300 درهم 200 درهم. كنعطيو حبوب اللقاح، كنعطيو الجنسين الاحمر، كنعطيو العسل الملكي، حبوب اللقاح، الجنسين الاحمر، الجنسين الابيض، وصفه خاصه للقوه ديال النفس والاجتماع، خاصه لحساب الولاده والحساب الاجتماع الجنسي. وعشبه كتوجد فيه الصين الشعبيه كنستوردوها، وكنعطيو الانسان كيشربها على حساب القوه ديال النفس. حبوب اللقاح، حبوب اللقاح حتى هي مزيانه، كتقوي المناعه وكتزيد الانسان حيويه في الجنس، خاصه القوه ديال النفس. وعندنا محلات حنا كنجيو مره ما كنجيوش بزاف الاسواق، كنجيو نديروا الدعايه، وكنتلاقوا مع الناس، بعض الناس زبناء ديالنا كيكونوا عندنا في المحل، وكنتلاقوا معهم هنا في هذا المحل. دابا حنا في الاسواق، الانسان ملي كيثق فينا او الثقه في الله سبحانه عز وجل، حنا كنخدموا شي حاجه بنيتنا، وكنصوبوا الوصفه بالحقيقه، وكنسهروا عليها ليالي ونهارات طويله باش كنجمعوا الوصفه ديالو، وكنعطيوها له كيسخر الله. كذلك امراض اللي هي خطيره، كاع البواسير، ظفر ديال العين، جلاله، دم، احموريه في العينين، انسان عنده الضعف ديال الجنس، انسان مثلا عنده المعده والمصران، انسان مثلا عنده يعني الشلل النصفي، وهذا الشيء معروفين به. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.